فكرة. سؤال 10، طلب منك استخراج توتر عتبة لديودين ومعرفة المقاحي المناسبة لإدارة التضخيم، وأهم شيء، أهم شيء الذي نبهتكم إليه هو المرجع الثنائية. إذا مرجع ديود 1 وديود 2 هو 1 آن 4007 كما تلاحظون هنا، 1 آن 4007. بما يتميز ديود؟ لديه جهد الأعظم الذي يتحمله 1000، وتيار الأعظم هو 1 أمبير الذي يتحمله، وجهد العتبة هو 0.7 فولت. ركزوا على جهد العتبة. إذا مرجع الديودين ثنائيين هما 1 آن 4007. ثاني شيء، كيف أختار مقحلين؟ في المضخم صنف بي يجب أن يكون لدي مقحلين متكاملين، أي مقحل أول أمبيان وثاني بيان، وهذين المقحلين لديهم نفس الجهد العتبة لديودين. بما أن جهد العتبة 0.7، لاحظوا عندي مقحلين أمبيان، المقحل الأول جهد العتبة 0.6 ومقحل أمبيان ثاني 0.7، وبالتالي من هو المناسب في النوبة الموجبة؟ إذا هو المقحل بي سي 337. هنا اخترت المقحل الذي يضخم نوبة الموجب. أما النوبة السالبة يجب أن أبحث عن مقحل كذلك جهد العتبة يساوي 0.7 ناقص 0.7، وتلاحظون هو المقحل ذو مرجع بي سي 327. إذا المقحلين المناسبين هما بي سي 337 وبي سي 327. التعليل، لأن المقحلين أولا يجب أن يكون متكاملين، يجب الأول يكون أن بي أن والثاني بي أن بي لكي يضخم الأول نوبة موجبة والثاني يضخم نوبة سالبة. وثاني شيء، يجب أن يكون توتر عتبة في بيو لمقحلين مساوي لتوتر عتبة لثنائيتين الديود ويساوي 0.7 فولت.